جه معانا دلوقتي واخبار النادي الاهلي. خلينا نروح لفرع الجزيره ومعانا روزان نصر هناك. روزان بونجور، صباح الهنا عليكي. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد 10 الصبح في الاهلي، متواجده معاكم من النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل طبعا اخر الاخبار والمستجدات. احداث كتير يا نهواند اكيد اتكلمتي عليها في بدايه الحلقه، يمكن حصلت امبارح. اولهم طبعا صفقه كبيره زي صفقه يعني انضمام اللاعب امام عاشور، طبعا اكيد يعني لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. صفقه مهمه وكبيره، طبعا بنرحب باللاعب وبنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة القادمة. يعني زي ما كمان بنرحب بلاعب، أكيد بنودع يعني بالأمس ودعنا لاعبين كمان من يعني صفوف القلعة الحمراء، اللاعب ميكيسوني واللاعب أيمن أشرف. يعني يمكن خلينا كمان نذكر لقطة كده من النادي الأهلي، فسخ التعاقد بالتراضي يعني لكل منهما، وده أكيد بيعلمنا أن النادي الأهلي دايما راقي حتى في النهايات، يمكن بكل هدوء وبكل رقية، يمكن يعني وكان في تراضي من الطرفين سواء من النادي الأهلي أو كمان اللاعب. خلينا بقى كمان يعني بالتحديد نشكر اللاعب أيمن أشرف، وبالتحديد كمان نبارك له على تحديده رسميا لوجهته القادمة نادي طبعا البنك الأهلي، بنتمنى له كل التوفيق. يمكن أيمن أشرف من أبناء النادي الأهلي يعني من زمان جدا، بيلعب تقريبا من هو عنده 7 سنين في النادي الأهلي، وداع أكيد مش سهل أبدا علينا جميعا وبالتحديد عليه كمان. ولكن سريعا خلينا نذكر عدد بطولاته مع النادي الأهلي. توج أيمن أشرف مع الأهلي ب 15 بطولة بواقع 5 ألقاب للدوري، بجانب دوري الأبطال الإفريقي 3 مرات، كأس السوبر الإفريقي مرتين، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المحلي 3 مرات، بجانب كمان التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين. يعني الحياة يا نهواند يعني بطولات وألقاب كتيرة للاعب أيمن أشرف مع النادي الأهلي، بنتمنى له كل التوفيق مع النادي البنك الأهلي. نروح بقى للفريق الاول لكره القدم. طبعا بالنادي الاهلي اختتم تدريباته امس الثلاثاء استعدادا لمواجهه حرس الحدود اليوم ضمن الجوله 33 من بطوله الدوري الممتاز. ضمن طبعا المران الختامي كان التركيز كالعاده على كل الامور الفنيه اللي بيرغب طبعا مارسيل كولر تطبيقها خلال مباراه اليوم، وده اكيد لرغبته يعني في الحفاظ على يعني استمرار اللا هزيمه في الدوري. يعني يمكن كمان عقد مارسيل كولر جلسه تحفيزيه مع اللاعبين على هامش الميران، وكمان ارسل النادي الاهلي خطاب للواء محمود توفيق وزير الداخليه، وده للموافقه على الحضور الجماهيري يعني بالساعه الكامله في مباراه اليوم في استاد القاهره لحضور طبعا مراسم تسليم درع الدوري ال 43. كمان النادي الاهلي يمكن اكد في خطابه يعني تقديره للجهود الكبيره من رجال الامن في كل يعني الحقيقه الفروع، يعني طبعا لتحملهم المسؤوليه كامله خلال الموسم الماضي في كافه طبعا المنافسات سواء المحليه او الافريقيه. كمان يا نهواند يعني خلينا نعرف المشاهدين انه العضويات الجديده ما زالت مستمره في كل الفروع، ولكن في كثافه شديده جدا بالتحديد في فرعين، فرع الشيخ زايد وفرع القاهره الجديده. سريعا خليني كمان بقى انقل لكم الاجواء المتواجده هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره. يمكن الاعداد قليله شويه من الاعضاء خلال كمان الفتره الماضيه، وده اكيد كلنا عارفين سببه ارتفاع درجات الحراره بشكل اكيد كبير جدا، ولكن يعني ومتوقع طبعا استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال كمان الأسبوع القادم، ولكن يعني إحنا كمحبين الصيف لا نأمل أبدا بعودة الشتاء مهما كانت درجات الحرارة. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة يا نهواند، بشكرك وعودة ليكي مرة تانية. أنا عمري ما شفت كده، يعني أنت مش عاجبك الأجواء بتاعت الصيف وبرضه حابة الصيف يا روزان. هي والله الناس اللي بتحب الصيف أنا مش فاهماهم، فسري لي بجد والله، عندك تفسير؟ يعني الفصل المفضل بالنسبه لي، ما بستحملش بروده الشتاء ابدا. ماشي يعني الصيف مقدور عليه نحله. شكرا ليكي يا روزان، وهكلمك بعد الهوا ان شاء الله. شكرا ليكي، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه روزان نصر. طيب